بصوا يا جماعه، دي حته محترمه جدا. امسك كده يا باشا، بصوا حته جميله اهي، ومن جوه التوكيل على فكره اهو، واصليه 100%. الختم مش موجود عليها من هنا اهو، مفيش ختم. طبعا انا بكلمكم على حاجه اصليه، مش حاجه اي كلام. وده منظرها من جوه، عشان في ناس اوقات بتيجي ايه يعني، هقول لكم انا بقى. عشان في ناس يا جماعه بتيجي بتقول لك بقى ايه ده، الحته دي مش عارف مالها والحته دي مالها. فانا بوريكم برضو ايه لقطات بسيطه كده، عشان تبقوا عارفين ان الحاجات الاصليه يبقى في منها يعني كذا كذا فئه يعني. شكرين جدا، انا بوريكم حاجات كده حلوه عشان على السريع. لكم معانا بقى كل ما يكون في الوقت كده اوريها لكم. يلا سلام.